جم مجموعه من الشباب في القريه، بس لازم نقول شباب دمهم خفيف جدا، في احدى قرى مصر. قالوا احنا عايزين نعمل سباق. سبق الناس تعمل سباق سيارات، سباق دراجات، سباق حصنه، سباق هجن او جمال. انما قالوا احنا ما عندناش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، لا هذا ولا تلك، احنا هنعمل اول سباق حمير في البلد وفي كل البلدان اللي جنبنا. الحقيقه انه القريه دي قريه معروفه جدا، لانه وجودها في مركز ديروت في اسيوط دايما شاهد احداث مميزه، والحقيقه قدم لمصر شخصيات كتيره. بس المره دي كبوها، مركز ديروت محافظه اسيوط بتقدم لمصر وللمصريين اول سباق حمير من تنفيذ شباب دمه خفيف وبرعايه واحتضان كل اهالي القريه. يلا نستمتع باول خمس متسابقات. اهلا ومرحبا بكم في مراسم الحمير الاول، بكم بها من مصر كلها. انا قصدنا نعمل اليوم ده على مستوى البلد عشان يكون الغرض منه الضحك بس، ملوش اي هدف تاني غير الضحك فقط لا غير. كمبوها متعوده في المهرجانات دي بتبقى سباق على القرى كلها، وتعتبر يعني احنا مش قريه، احنا يعني احنا زي مدينه بالظبط. يبقى في نقطه اسعاف في مسعفين، يعني واحد لما اخذ وقع على من على الحمار، واكيد لازم يكون في مسعفين عشان نقدر نسعف. Hey jingity jing, it's Dominic the donkey. Jingity jing, the Italian Christmas donkey. كان لازم نجيب دكتور بيطري يا جماعه يعمل كشف طبي لكل حمار قبل ما يخش السبع يا جماعه. مش ضمننا بقى ان اللي بيركب الحمار واللي داخل بيه السبق مش مديله برشام الترامادول او واخد له شم حشيش. لا 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 ريو دا سانتاز جارليت. وجوه اهالي القريه المبتسمه وتعليق الشباب دول، تعليق عاملين زي برامج يعني ستار اكاديمي وارب ايدول ولجنه التحكيم وكل حاجه، كل حاجه كانت موجوده في السبق ده. خلينا نستقبل المنظمين واصحاب الدعوه من ابناء كومبوها شادي وقبيل وعزت. اهلا وسهلا. اهلا انت كنت ماسك الميكروفون صح؟ انت متعلق؟ مذيع. اهلا وسهلا. اولا بنحييكم وبنبارك لكم على الحدث الرياضي العظيم. شكرا. عايز اقول لكم انه ما حدش اتفرج على شغلكم ده غير لما مات من الضحك. انتوا مخطوفين كده ليه؟ مخطوفين كده ليه؟ رهبه اول مره الكاميرا وكده يعني. رهبه ايه ده؟ انتوا اساتذه، مش انت اللي كنت ماسك الميكروفون وبتعمل لقاءات مع انا اللي بصور وانا في نفس الوقت اللي ابتديت الحوار. مش انت كنت بتعمل لقاءات مع الجمهور و اللي كان بيعمل لقاءات وكان معاه برضه ناس تاني معانا كانت بتعمل حوارات. انا كنت بعلق. استاذ أيوة. عزت اللي كان لجنه التحكيم واستاذ باسم معانا حضرتك. احنا عندنا اعضاء لجنه التحكيم كمان. اهلا وسهلا لكل اللي موجودين من كومبوها. اهلا بكل ابناء كومبوها اللي موجودين معانا النهارده، برحب بيكم والسفر كان طويل بس منورنا. ان شاء الله يسلمك. دلوقتي فكره سباق ماراثون الحمير دي جت ازاي؟ حضرتك بدايه الفكره ان احنا كنا عايزين ندور على حاجه نسعد فيها البلد ونطلعها من الجو اللي عايشه فيه. تمام. كان في فتره فيها ركود في الشغل خالص، كانت في انفلات امني، بلدنا بلد تجاريه كلها،
فكان في انفلات امني فما حدش كان عارف يسافر او يجي. بلادنا كلها بتتاجر في الدواجن، فالناس كانت قاعده زعلانه، ما فيش شغل، ما فيش دخل، البلد كلها قاعده حزينه. فدورنا على حاجه ازاي نسعد بيها الناس، فحبينا نرجع بالتاريخ نشوف اكتر حاجه ممكن تكون بديل، كانت العربيات اللي الناس خايفه تسرق عشان تسافر بيها، فلقينا الحمار كان هو افضل حاجه احنا ممكن نقدمها، ما نخافش عليه عشان تمر رخيص. ففكرنا ان احنا ممكن نعمل دي حاجه كوميديه تشيل يعني حاجه من على الناس وتخلي الشباب تشارك فيها وتبقى حاجه ايجابيه. ايوه بس ان انت تبقى عندك فكره كوميديه دي حاجه لطيفه وكويسه ممكن ناس كتير تعملها. هو احلى حاجه في الموضوع انه اهل القريه تفاعلوا معاكوا يعني وكملوا النقطه معاكوا. احب اضيف عليك على شادي ان كمان إن احنا بصينا وشفنا ان في سيادنا وابهاتنا بما ان احنا متربين في قريه كانوا بيروحوا يكشفوا في العياده او في الوحده الصحيه عن طريق الميكروبيه، المواصله الوحيده بتاعتهم الحمار. كان في ناس بتسافر من مكان لمكان عن طريق الحمار. حسينا في الفتره الاخيره ان هو قيمته قلت، ما حدش حس بقيمته في الفتره الاخيره كده. بان احنا رقم واحد نبتدي بفكره تكريم حتى للحيوان ده نفسه كمان. وفكرنا كمان ان احنا نعيد ذكرياتنا ابائنا وجدودنا انهم ازاي كانوا بيتعاملوا مع الحمار يعني وكده. عضو لجنه التحكيم، كانت ايه اشتراطات الحمير اللي اشتركت في السباق؟ اول حاجه حطيناها ان يكون سن المتسابق يتناسب. المتسابق ولا الحمار؟ لا الحمار من اللي دخل فيه. عايز اقول لك لازم تاخد بالك من كلامك عشان انتوا مجرمين. وانت مين اللي في التعليق قاعد يقول لك ايه؟ وادي اهو الحمار جاي والحمار جاي. انت كنت يعني بس الناس كلها تقبلت الدعابه يعني. تمام. انت كنت عايز السن اللي راكبين الحمير سن المتسابقين يعني يناسب مع الحدث، على اساس ان هو ايه؟ يعني لو واحد كبير في السن ممكن يقع، ممكن يحصل له حاجه مشكله، فلو صغير يعني هيبقى ده معلش الحمار ده كان داخل السباق. الشروط ان لازم الحمار عشان يدخل السباق لازم يكون متزين وما يخشش بالشكل الطبيعي. احنا حاطين جايزه لاحسن زينه للحمار، احلى من اشيك حمار في السباق كان لازم ياخد جايزه. يعني كان في جايزه يعني اول وثاني وثالث واشيك حمار في السباق. ده حمار كانوا حاطين له بلالين وبردعه طبعا محترمه زرقاء. لا بس احنا عايزين والحمار الاخضر ده فاز ولا ما فازش؟ فاز اشيك حمار. ده كان بتاع مين بقى؟ شنودة. شنودة جميل. وده المدير الفني للحمار ده مجال معين. يا جماعه ده ماراثون على فكره محترم جدا، ما حدش يضحك. طيب انا شفت شعارات عظيمه جدا عدت على الشاشه، خلينا نشوفها تاني. انتوا كان في بقى تشجيع ويفط وحدث. تمام. كان لازم يكون في استعداد ان الناس يعني تشوف حاجه قدامها مشتفه عشان تقتنع باللي بتشوفه. فكان لازم نعمل يفط. وكان لازم نعمل نظام مسرح نقدم عليه الهدايا للناس اللي هتفوز. وكان لازم يبقى في استعداد تاني زي رسم الطريق. سيفن اب احنا نكون بيها يا رب. لا معلش مين اللي قاعد يالف الشعارات دي ويحطها ويكتبها؟ 7 اب يا سيدنا احنا حمير كومبوها. لا مين هو ده؟ ايه هش مرض واخده دش. طب انتوا اللي قعدتوا تالفوا الحاجات دي؟ بص حضرتك احنا مجموعه 25 فرد فيها، فكل عنده موهبه وعنده ميزه ان هو يطلعها في الشغل بتاعنا، فسيبنا الموضوع الكتابه والشعارات اللي تتكتب لحد معين. انا كان تخصص تحكيم، جميل كان تخصص تصوير، شادي صاحب الفكره كان معنا، رائف وجورج وباسم كل المجموعه تعمل في لجان الكترونيه اللي بتعمل اعلان مثلا على اليوم. يعني مثلا الاخ رائف الاستاذ جورج لجان الكترونيه تمام اللي عشان تعمل دعايه عن عشان عن ايفنت في البلد. احنا عندنا البلد حضرتك كلها مشتركه نت، تمام، القريه كلها فيها نت، تمام. فده من ضمن التطور اللي ساعدنا ان احنا ننشر الفكره بتاعتنا بسرعه والاعلان عنها في القريه، وجابت اكبر عدد من الناس تشترك معانا. يعني تعداد القريه تقريبا حوالي من 10,000 ل 11,000 حاليا. تقريبا اللي كانوا حاضرين السبب من 1000 ونص ل 2000. تمام. نسبه كبيره جدا حسب عدد الكاميرات. حسب عدد الكاميرات اللي بتصور بصفتي انا مصور. انت اللي كنت بترصد الحدث. اكيد. كان فيه بيت 3 ادوار، انا كنت بطلع في الدور الاخير من فوق عشان اصور عدد الناس اللي حاضره كلها. كان كل تركيزنا اكتر على الناس اللي بتقع، يمكن زي ما نشوف في الفيديو فيه كده حاجات او كده
زي ما ظهر معانا ضمن الدور الثالث التصوير ده تمرين الحمار كمان في تمرين الحمار تمرين الدكتور اللي بيكشف كمان اللي عامل دكتور اللي عامل دكتور هم الدكتور فين الحمير يبقوا واخدين منشطات او حاجه لجنه صح حضرتك هو مش دكتور بيتري دي نظام احنا حاجه عملناها عشان كنوع من الحرص ان الناس تخاف انها تعمل حاجه زي كده بس هو الحاجات احنا مش موجوده عندنا يعني الحمد لله ما فيش البرشام يا عم مين اللي هيدي الحمار اكتر حاجه ضحكت كنتوا في ماراثون الحمير بدايه الفكره ان كنا بنلم الاشتراكات فوزعنا الاشتراكات اشتراكات لا اشتراكات يعني اسامي الناس اللي عايز يشترك لا 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 هو كله بجهود ذاتيه الهدايا كل اعضاء الجروب كل حد دفع مبلغ معين مننا عشان نكون نقدر نقوم بعمل زي كده فلما انا لسامي ففاجأت ان اول حاجه حد جه عند البيت وبيقول لوالدته ومراته في البيت مش ده البيت اللي بيلم اشتراكات الحمير تمام من بلد جيران دي كان من ضمن افضل وبعدك انت تمام ان انا كان مكبين اسمي من ضمن الناس اللي برضه بتجمع اشتراكات انا بتصل بشادي يا شادي فيلم وهو الموضوع بجد بجد زي ما انت بتقول لي كده يا شادي يا شادي ده في ناس بتجابلني بتقول لي خد يعني اكتب اسمي من ضمن الناس الاوائل بفك ده كان في ناس بتتصور جنب الحمار بتاعه عشان يقول انا هخش بالحمار ده السباق بتاعي كان في اللي بيقول اللي بسام الحمار بتاعه سام ستة وكمان هبت التعليق بجد على شادي كان في واحد صاحبي جريبي وجيراننا وكده قال انا عايز اخش بس اخد رقم 16 بقول له ايه السر في رقم 16 بالذات انا حبيت اقول له رقم مشغول رقم 16 قال عشان اسمي الحمار بتاعي اف 16 دموع طيارات يا جماعه انتوا بلدكم دمها خفيف جدا هو كل الناس في كامبوا يعني افهم ان واحد يقول نكته بس البلد كلها تنكت على نفس الموضوع حضرتك البلد اللي اقتنعت ان يبقى ليها عمده ست اذا بلد منفتحه تمام تقبل اي فكر جديد صحيح طيب دي معلومه قريه كامبوا هي اول قريه مصريه يبقى عمدتها سيده وده مكتوب يعني في الورق وصرفناها قبل كده في حلم وحاليا طبعا في عمده جديد اسمه العمده يمين تمام برضو شخصيه كويسه جدا وبيشجعنا برضو معانا في الفتره اللي جايه ان احنا نعمل حاجات جديده برضو وانت اطرف حاجه في السباق ايه؟ اطرف حاجه ان انا كان عندنا الحمار بتاعنا احنا بتاع البيت مشارك في السباق لا لا لحظه واحده لحظه واحده انت عضو لجنه التحكيم ما هو وحمارتكم شاركه في السباق ما هو عامل بس بمتصابق خارج يا جماعه فين الشفافيه؟ لحظه انا خارج ما عندناش محسوبيه يعني حضرتك كانت الناس بتقابلني بتقول لي طبعا انتوا حماتكم المركز الاول واقول لهم يا جماعه ما تستعجلوش لسه ده سبق هي اصلا كانت حماره تعبانه كانت حماره تعبانه اساسا بنتكلم عليها انا مش تعبانه وهتشهد علينا اللي هو كان راكبها اللي هو ميخا اللي هو بروستل واخد لقب بروستل في ميخا ده اللي هو كان مشمر؟ لا اللي هو كان بروستل كان لابس ده انت حمارتك دخلت التاريخ كمان كانوا الناس فاكرين ان انت بقى ان انا يعني ممكن اترش ولا حاجه يعني لا حاشا لله الحمد لله بس حضرتك منع للشبهات كنا حاطين لكل حمار رقم معلق معاه تمام يعني في رقم اصفر بيبان تحت الرقم مكتوب على الحمار تحت اصفر تمام وعشان المتسابق يوصل لاخر الطريق ويلف ويرجع تاني لازم يستلم كارت يستلم كارت عشان ما يوقفش في نص الطريق ويرجع على الكاميرات الجنوبيه لازم يستلم كارت من الاخر ما يكونش حمار دسيسه بيقول لك ما يكونش حمار دسيسه فاهم واحد يطلع حمار من الجنب كده ولا طيب كبار القريه او ما حدش في لحظه قال لكم يا جماعه هتفضحونا يا جماعه اسبق الحمير ده يعني ما في ناس ممكن ما تتقبلش النكته او الهزار شوف حضرتك اللي كان بيقول كده بعد ما شاف اليوم وشاف الحضور الغريب اللي حضر معانا احنا كنا متوقعين مثلا هيحضر حوالي 100 200 اللي احنا دعناهم مثلا مؤقتا اكتشفنا ان عدد الحضور غير طبيعي لجنه التنظيم حوالي 25 فرد عشان تسيطر على العدد ده كان صعب جدا هتلاقي مثلا في ناس بتطلع عن الحدود بتاعتها تمام فاكتشفنا ان حتى الناس اللي كانت معارضه اول ما لقيت الناس دي رايحه كلها جت واخر يوم جت تصدق احنا فعلا كنا غلطانين ان احنا انتقدناكم كل المجد ده لما شفنا وجوه السعاده على وجوه الناس دي ده الناس شكلها مبسوط بشكل خلينا نعرض جزء تاني من ماراثون كومبوها للحمير خلي بالكم يا جماعه انتوا نسيتوا حاجه مهمه خالص معانا في السبق ان في هديه لاجمل حمار متزين معانا وشكله شيك معانا في السبق يا جماعه
خضر ابيض. الله عليك يا كنبوها وعلى تعليقات يا غفير بربع عيار. انا حمار احسن حمار. انا اتأثرت يا جماعة، انا عايز اعيط من اللي بشوفه قدامي يا جماعة. وقبل التصفيات نحب نرجع مع بعض باحلى مواقف في السبب. انتظروا معايا ونرتبط مع بعض احلى حوادث واحلى مواقف حصلت معانا في السبب. انا وعزت بنشتغل في صرف الدواجن، تجاره تفريق دواجن. تفريق دواجن. انا مصور فيديو. مصور فيديو بتصور افراح وكده. بصور افراح كده. بس بعد كده بقى شهرتك تبقى عالميه يعني. اكيد طبعا بما اني موجود معاكي وان انا شاركت في حاجه زي كده اكيد. انا عايزه الشباب اللي جايين من كومبوها النهارده كل واحد يقول لي احساسه ويعني قد ايه هو مبسوط بالسبق ده. طبعا ما بقولكيش الناس مبسوطه قد ايه، احنا فرحنا من فرحه الناس انه شافوا الموقف ده. احنا لينا ناس هنا قرايبنا في القاهره، ما بقولكيش كميه الاتصالات لما شافوا الفيديو وكميه الضحك اللي شافوها وضحكوها بسبب ان احنا قدرنا نقدم لهم حاجه زي كده اساعدتهم بصراحه. يعني طبعا النجاح اللي احنا فيه دلوقتي طبعا ده يمكن احنا اول مره نظهر كده بالشكل ده المتميز. يعني احنا في كومبوها طبعا احنا بنعمل حاجات واحنا عارفين ان احنا ممكن نوصل لكده، بس طبعا يمكن اول مره نظهر بالطريقه دي وبالشكل اللي احنا فيه ده. فطبعا انا فخور جدا 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 ان انا من كومبوها طبعا. والحاجه الثانيه ان انا هقول لقابيل انت بعد كده مش هتصور افراح، انت هتصور حمير. يا رب يا رب يا شويه. وان شاء الله المره الجايه هيبقى في مسابقه فران كده او حاجه. هو بعد نجاح العمل حضرتك مش مهم البسمه بس كمان، يعني بعد ما شفنا ان البلد بجتينتي ليها وطن، فمش في البلد المحافظه عندنا بس، لعب في الجمهوريه كلها، دي حاجه شرفتنا قوي يعني، وحسينا ان انت لنا كيان في البلد كلها، وده يعني بدايه الاعمال واللي جاي يكون اكتر ان شاء الله. اولا بس حابب اشكرك على الاستضافه الجميله، واحنا كلنا اهالي كمبوها بنستمتع جدا بالبرنامج بتاعها. يا رب يخليك اشكرك. انا اللي بحيي كل اهالي كده. شكرا. انا حاجه حابب اعرف حضرتك بيها، انا عملت دور الطبيب في الماراثون. هو انت كنت البيطري؟ انا عملت دور الطبيب البيطري بعد رفض شديد جدا ان انا اعمله في الاول، لان كنت محرج جدا 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 ان انا اعمل حاجه زي كده. بس بعدين شادي بيقول لي حاجه زي كده هتبسط الناس وهتسعدهم. قلت صدقني انا لو هموت هبسط اهلي كمبوها، لو هموت هساعدهم مش مشكله. لبست البلطو وكشفت، لدرجه ان كان في موقف ان كانت في حماره كانت داخله حامل، فانا رفضت جدا ان انا ادخلها السبع. رفضت جدا جدا ان انا ادخلها السبع. يا جماعه والحمير كانت طيعه بقى وانت بتكشف عليهم ولا يعني تعبوك؟ لا تعبوني جدا. الحمار اللي حامل دي تعبتني جدا لدرجه ان انا يعني لا انا خايف اروح الجنين، لا الجنين ممكن يتعب ممكن يموت. لا ممكن اشارككم كمان بموقف من المواقف الكوميديه اللي حصلت، بس هم غالبا نسيوه، ان كان في متسابق من ضمن المتسابقين اللي كان لابس سديري وحاطط برسيم في الجبين. فبعد ما السباق بدا فكان بيرمي برسيم على الناحيتين على عشان بقى الحمير بقى تتخدع فتاكل البرسيم فويكس. ايه ده؟ هو بيحاول يعطل الحمير اللي بعديه. يعني لما بيرمي البرسيم بيرمي البرسيم عشان الحمير تاكل. هو انتبه للبرسيم وحضرتك هو ده هو انتبه للخدعه بتاعته وهو وجع في شر اعماله. كان بيرميه والحماره بتاعته بترجع تاكله تاني. بس المتسابق ده
على الرغم من تلاعبه بس هو يستاهل جايزه والله عشان فكره وفكر ازاي حصل للحمار الثاني. هو خد جايزه انه وجع من على الحماره في نفس السنه. يا دوب يعني شوف انا كنت بستضيفه معايا عند في الليل طبعا عشان ترتيب الامور اللي بتحصل وياما طلع من عندي شاي وسكر كتير فعلا يعني لازم مش ندمان على اللي حصل ومبسوط خالص وفخور. لا انا هقول لحضرتك على حاجه احنا يعني مكافاه للي انت عملته ولمجهودك احنا هنقدمك على انك سبونسر او راعي لسباق الحمير بالصوت ده اللي هو قدمه. كل واحد لازم ياخد حقه الادبي. هو باسم هو تعب معانا فعلا انا احنا كنا عنده في البيت بنتجمع كل يوم وهو فعلا يعني مش عايز اقول بيخدم علينا بس هو فعلا كان كل طلباتنا هو اللي بيقوم بها باسم. يعني لو في 2 كيلو سكر وانا ماشي عادي انا راضي. انا بشكرك وبحيي كل اللي موجودين منكم بها. انا بس عايز اسال هي كومبوها فيها قصر ثقافه او كده تبع الحكومه؟ لا مفيش. كل المنشات اللي معموله خدميه في كومبوها تمام مجهود ذاتي تمام يعني من مستشفى. طيب من انا بس عشان اوصل ايه كومبوها فيها اي دار سينما او عرض او كده؟ لا, 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 لا بتبقى نظام حاجات يعني نظام حاجات فيديوهات بنعملها مسرحيات وبتتعرض للبلد. كومبوها فيها او جنب قريتكم مثلا في فرقه تابعه لوزاره الثقافه ولا حاجه ممكن حد ينضم ليها؟ للاسف احنا حضرتك ما عندناش مركز شباب. ما فيش مركز شباب في البلد. تمام. تصدقوا بالله ان انتوا شباب جدع جدا. انتوا بالسباق اللي انتوا عملتوه ده سيبكم بقى فعلا هو حاجه لطيفه وتضحك بس فكره الفكره مسألة الفكرة والتنظيم والاهتمام والتنفيذ ده انتوا بتدوا صفعة لوزارة شباب ولوزارة ثقافة ولمدعين لاحتكار الابداع. انتوا فكرتوا وابدعتوا ونفذتوا وضحكتوا اهل القرية ورفهتوا عنهم وعملتوا نشاط محدش قبلكوا سبقوا من غير ما يبقى عندكوا مندوب واحد من حكومة المحروسة الرسمية. سؤال الأخير إيه اللي نفسكم يحصل في الماراثون الجاي ماراثون كومبوها للحمير القادم إن شاء الله في فبراير ما قدرتوش تعملوه أو بتحلموا إن يبقى إضافة يعني؟ يعني إحنا بنفكر إن شاء الله يعني بدل ما كان عندنا 30 متسابق نوصلهم لـ100 يعني نشارك نسبة شباب أكتر معانا. فيه كمان الناس اللي هي كانت بتنتقدنا الأول لا تقف معانا يعني تحاول تبقى في لجنة التنظيم يعني تظهر دورها إن هي مثلا استمتعت بالماراثون الاول فهي تشارك معانا. وكمان ان احنا يبقى فيه جوائز احسن. احنا على فكره يعني بنفكر فيها عندنا يعني جل يعني ما عندناش مركز شباب بس عندنا لعيبه هايله جدا بنفكر ان عدد ما عندكش مركز شباب بس عندك الشباب. عندنا الشباب صحيح. انا بقول لك الناس اللي ساهمت في صنع اسم كومبوها صح دي ناس كانت بتطلع تجيب بطولات للبلد صح فهم ده اللي احنا بنفكر نكرمهم ان شاء الله صح. انت ايه الفكره للماراثون اللي جاي؟ الفكره ان انا طبعا اكيد لازم اطور من اي كيستي. انا بتاسف للفيديو ان الفيديو كان طالع ضعيف لامكانياتي وان احنا برضه تدعيم ذاتي مفيش حاجه خارجيه ولا حاجه. طبعا بتصوير افضل توزيع كاميرات في مكان افضل مونتاج افضل كمان عشان الصوره تطلع حلوه لكل الناس اللي بتشوفنا. طيب مبدئيا قريه كومبوها هي قريه جذورها فرعونيه واحده من اقدم القرى اللي موجوده. كومبوها كوم الملكه بوها او المكان المرتفع لملكه فرعونيه قديمه وكان لها معبد في المكان ده فهي اسمها اصلا موجود في التاريخ من غير اي حاجه. الحاجه الثانيه ودي هتبقى مساهمه من البرنامج الماراثون القادم ان شاء الله احنا هندي لكم الكاميرات وتصوروا وانت تبقى المنتج الفني ونغطي ماراثون كومبوها الثاني فني الشعب والبزنس. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نبحث اسمه ونقبل عدل هم وسعه علشان ما يضل لكن ضل في القدرة على فمها تطلع البنت لامها. الجلابيه دي يا منى اللي هي طلعت معاكي بيها في البرنامج يعني يا باني تعالوا بسرعه شوفوا ذكاوتك فوق العين. هي كان راجل ارستقراطي جدا
انا مش فاهم الست دي بتعمل ايه. لازم في حد يقول استوب وتقعد تقول يا كيمو كوني بردا وسلاما على سلم. عايز اقول لك على حاجه، مرزوقه شغاله في بيوت البهوات ده الورث. رصيف نمره 5 اول ديوان شعري اللي فتحت العدل فرعون في قيمته وهيبته خدامينه الشعر.